الأيام سهام القدر. مضت أيام الصبي بين مجالس العلم المختلف، لا هي بالحلوة ولا بالمر، حتى جاء اليوم الذي ذاق فيه طه الصبي الألم. هذا اليوم هو موت أخته الصغرى التي كانت تشيع في البيت البهجة، وخصوصا أن موتها كان بسبب الإهمال وعدم العناية بعلاج. وما هي إلا أشهر قليلة حتى فقد الشيخ أباه، وفقدت الأم الصبي، وأخذ وباء الكوليرا ينتشر حتى قضى على ابن الأسرة الشاب الذي كان ينتسب إلى مدرسة الطب. بموته تغير كل، صار شعر الشيخ أبيض ولبست الأم السواد حتى